صحاب باك حر وتلاميذ ديال الثانية بكالوريا، هذا الفيديو هذا راه موجه لكم، فيه غادي نبدا نشرح على كانديد. تلاقاو مورا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، معكم بروف علي غلالي، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي فيها غادي نبداو الشرح ديالنا على كانديد. هذا الفيديو هذا راه موجه للمترشحين الاحرار، الناس اللي دافعين الباك ولا ناويين يدافعوا الباك، او لا حتى التلاميذ اللي تيقراو في الثانيه بكالوريا الا باقي ما وصلوش او لا باقي ما فاتوش كانديد. غادي نوضحوا ونقولوا نشرحوا مجموعه من الامور على كانديد، غادي نشوفوها من على برا قبل ما ندخلوا للقصه، موراها عاد نبداو نعطيو معلومات على شنو كاين الداخل. في الاول غادي نخدموا على لافيش د ليكتور، موراها غادي نهضروا على الشخصيات الموضوعات وامور من هذا القبيل، وغادي نعطيو حتى واحد الملخص اللي غادي يكون ما غاديش نعطيو فيه تفاصيل كثيره، لان من بعد هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي ندويو على اشنو كاين بالضبط في الداخل ديال القصه وغادي نشوفوه بالتفاصيل. على بركه الله نبداو الخدمه ديالنا. اول حاجه بينا نبداو بها هي غادي نشوفو معلومات على المؤلف ديالنا او لا على لوفر. لوفر ديالنا لو تيتر ديالها ولا العنوان ديالها هو كانديد او لا حتى كانديد او لوبتيميزم. هنايا العنوان قدر الا تطلب منك ان شاء الله نهار الامتحان او لا في الفرض ولا كتكتب كانديد كتحبس. بغيتي تزيد او لوبتيميزم راه حتى هي مزيانه. هنا بحال كاينين جوج العناوين كانديد او التفاؤل. راكم كتعرفوا ديجا قلنا في البدايه بان ملي كندويو على هذاك الشيء اللي عندنا في الباك كندويو على مؤلفات، وقلت لكم الاحسن نقول مؤلفات وما نقولوش روايات. علاش؟ لان ملي كنقول مؤلف راني باقي ما حددتش لو جونغ ليتيرير او النوع الادبي، ولكن يوم فوا كنقول روايه فبديت تنحكم على النوع الادبي ديالها، وبالتالي هنا نقول مؤلف احسن. حيت مثلا وحنا كندويو على كانديد راه لو جونغ ليتيرير ديالها هو كونت فيلوزوفيك. هاد كونت فيلوزوفيك الى جينا نترجموها بالعربيه كتعطينا حكايه فلسفيه. مزيان، حكايه علاش؟ انا نشرح لك حكايه هنايا علاش، ومن بعد نزيد نقول لك علاش فيلوزوفيك. هاد المؤلف هذا ديال كانديد حتى هو عنده نفس البنيه اللي كتكون عند الحكايه. هتقول لي اشنا هي البنيه اللي كاينه عند الحكايه؟ الحكايه كتبدا لنا بشي عباره ولا شي تعبير اللي كيبين بان راه هذه قصه في الحقيقه ماشي واقعيه. بحال ملي كنعاودوا شي حاجه كنقولوا كان يا ما كان في قديم الزمان مثلا، اولا بالفرنسي كنقولوا il y avait une fois ولا اللي تاتيو فوا ولا شي حاجه بحال هكا باش نبين لك بين كان في واحد البلاصه. هنا راه كنبين لك على حكايه، وعاد في الاخير ديال هذيك الحكايه قلنا كنخرجوا بواحد العبره بواحد الحكمه بواحد الدرس واحد لامورال. راه نفس الشيء نيت كاين عندنا كانديد، غير هو كانديد ماشي بحال دوك الحكايات اللي مولف ديال ليلى والديب او لا شي حاجه بحال هكا، ولكن راه هذا كونت فيلوزوفيك راه ماشي حاجه صراحه. كيفاش فيلوزوفيك؟ غنشوفوا بان فولتير غادي يكتب هذا الاغراض. غادي نقول لك الاغراض ونحبس هنايا صافي باش ما نحرقش المراحل. باغي تفكر معايا بان هذا كونت حكايه حيت عنده البنيه ديال الحكايه، ولكن فيلوزوفيك لان مولاه عنده اغراض او عنده اهداف باغي يحققها من خلال هذا المؤلف او من هذه الحكايه. حتى الحكاية هذه تنشرات في 1759 في هذا. الى جيت نقول لك استخرج ليا القرن فجات هو القرن الثامن عشر او لا لو 18 سياكل. مزيان، لو 18 سياكل. هذا المؤلف ديالنا كيتكون لينا من 30 فصل 30 شابيتر. فهمنا؟ يعني كاين الفصل واحد جوج وهي ماشية حتى كنوصلو لفصل 30 كنساليو به القصة ديالنا. دابا عرفتي واحد المعلومات بسيطة، غنعاود بالزربة بالزربة. العنوان أو لا لو تيتر هو كانديد دو لوبتيميزم، لو جونغ ليتيغيغ أو لا النوع الأدبي هو كونت فيلوزوفيك. قلنا على دات دو بوبليكاسيون هي 1759، جات في القرن الثامن عشر أو لا لو 18 سياكل.
وقلنا بان هذا هاد الملف هذا كيتكون من 30 شابيتر ولا 30 فصل. غادي دابا ناخذ معلومات على الكاتب ديالنا لوتير. لوتير ديالنا باش معروف هو فولتير، معروف بفولتير، ولكن السميه الحقيقيه ديالته هي فرانسوا ماري اروي. فهمنا؟ غتقول لي انا وحده غادي باش غنجاوب الصراحه. الا قال لك لو نون دو لوتير وخلى لك البلاصه كتب غير فولتير راه ساهله، هي باش معروف اصلا. الا قال لك شنو هو لو فري نون ولا السميه الحقيقيه، فهنا راك مضطر انك تكتب لي هذه كامله فرانسوا ماري اروي. هاد السيد هذا غادي نشوفوا المعلومات اللي كتعلق بلا ناسونس او لو ديسي او لا مور، يعني لا ناسونس لي زياد لا مور او لا لو ديسي هي الوفاه. غنشوفوا فين وامتى. الوغ لا ناسونس ديال الازدياد ديالو كانت 1694، والوفاه ديالو كانت في 1778، وهاد الجوج هادو لا الوفاة ولا الازدياد كانوا في باريس. في باريس راك عارفين ديجا. هاد السيد هادا في الحياة ديالو كان كتب لينا مؤلفات بحال زاديك، بحال لا مور دو سيزار، كاين زاير، كاين لتر فيلوزوفي، كاين بزاف. غير هنايا عطيتك جوج تمنى تعقل عليهم راه كافيين، كيطلبوا منك واحد حتى لجوج. لا تكون هاد الامور واضحه كنظن ما كاينلاش نعاودها باش ما نطولش لا فيديو. غندوز دابا ندوي على لو كونتكست هيستوريك. بحال قلنا بالعربيه السياق التاريخي، لانكم عارفين حنا ملي كندرسوا المؤلفات سواء في العربيه ولا في الفرنسيه ولا هذا، راه ما كتجيش كدرس مؤلف كتجي تقرا لي القصه تقول لي شنو وقع وكذا. لا راه كتعرف بعدا شنو هو هاد المؤلف هذا، كيفاش تكتب، فاش من لقيتها جا وكذا، ولاش امور من هاد القبيل. شنو قلنا الى عقلتي على تاريخ النشر او لا دات دو بوبليكاسيون؟ كنا قلنا 1759، بلا عقل من دابا الله يرضى عليك. اش من سياكل هذا؟ قلنا لو 18 سياكل، اش من قرن؟ القرن الثامن عشر، حيت جا ما بين 1700 حتى 1799، نقدر نقولوا بحال هكا الى راه هادشي رضات شحال هذا. فهمنا هاد القرن هذا ولا هاد العصر هذا، تقدر تكون عندك ديجا فكره، تكون ديجا عارف تقدر تسمع على الاول مره. هاد القرن هذا هو اللي كيتسمى العصر ديال الانوار ولا لو سياك ديال لوميير. عصر الانوار غتكون انا متاكد انك غتكون ديجا سمعتي به، ولكن دابا غادي نزيد نحددو وتعرف وتعرف اكثر على هاد العصر الانوار. الو لو سياك ديال لوميير هو واحد العصر، واحد القرن اللي جاو فيه مجموعه من الكتاب والفلاسفه اللي كيتسموا لا فيلوزوف ديال لوميير، لا فيلوزوف دي لوميير. بحال شكون؟ بحال فولتير، بحال روسو، هذا جون جاك روسو، بحال مونتيسكيو ايتترا. هادو معروفين كانوا في هذا القرن هذا. هاد الناس هادو غير كفكره، غير كفكره بين قوسين، جاو في هذا العصر هذا. غادي هاد التيار الادبي ديال الانوار، ماشي غير ادبي، فكري ثقافي كاع اللي بغيتي، تيجي تيقول لك تحبس، راه خصنا نبدلو الطريقه باش كنشوفو الامور، يعني خصنا نبدا نحكمو العقل والعلم والبحث، وغادي نثيرو تساؤلات على اي حاجه، ننتقدو اي حاجه، ما كاينش اشكال. فهمنا هادشي اللي كان معروف. والعقل يلاه يرضي لك مزيان على هاد ننتقدو، غادي ننتقدو صافي، حيت بالنسبه لنا حاجه مهمه. غنمشيو دابا نشوفو لي بيرسوناج ولا الشخصيات. الشخصيات اللي عندنا في الهستوار راه كثر بحكم القصه راه شويه طويله، راه كثر الشخصيات اللي نعرفوهم، لكن اللي تهمني هنا بغيت غير نعطيك فكره. اما الشخصيات راه احسن طريقه باش نكونوا واضحين وصريحين مع بعضياتنا، احسن طريقه باش تقدر تعرف على الشخصيات هو انك تشوفهم في القصه. حيت دابا الا جيت نعاود لك واحد الفيلم وخديت الشخصيات بوحدهم وبديت نقول لك هذا كيدير هكيدير، ما غاديش تقدر تعقل على لي كاليتي ولا الاوصاف ديالهم. ولكن فوا كتشوفهم في الفيلم صافي كتقدر تعرف مثلا في الفيلم ولا في القصه، حيت الفيلم حتى هو في نهايه المطاف راه قصه، كتبدا تعقل عليهم وكتضبط هذوك الاوصاف وهذوك دوك لي كاليتي عليهم. مثلا ناخذ هنايا كانديد. كانديد هو لو هيرو، يعني البطل ديال القصه، لو بيرسوناج برينسيبال، الشخصيه الرئيسيه. اش نقدر نقولوا عليه؟ جون، سي ان جون هوم، هذا واحد السيد باقي صغير شاب تو سامبلومون.
الاوصاف اللي كتهمنا عليه بزاف وغادي نزيد نركز عليها ان شاء الله في الفيديو اللي غتجي، هو نايف. العقل اللي على هذه الكلمه ديال نايف هي ساذج، ساذج او لا نيه، فهمنا؟ تيقولوا خبز ربي في طبقه ولا شي حاجه بحال هكا، نتمنى ما يكون شي اشكال في هذه العباره هذه، يعني بحال هكا كنقولوا، يعني ما بسيط في الطريقه باش كيشوف الامور، ما تحللهاش مزيان، ما تفكرش مزيان، ساذج بكل بساطه. بين الشخصيات اللي عندنا، عندنا كونيغوند المحبوبه ديالو اللي في عمرها 17 عام، ومن بين الاوصاف اللي تعطات عليها راه كثيره بطبيعه الحال، وكي تهمنا خصوصا في البدايه ديال القصه بيقولنا راها زوينه وراها المحبوبه ديال كونيغوند. غتقول لي شنو العلاقه اللي بيناتهم من غير العلاقه ديال الحب وكذا، نمشي نقول لك من بعد شويه بشويه. عندنا من بين الشخصيات عندنا لو بارون. لو بارون هو بحال قلتي سيد القصر، تيكون بالاسياد بطبيعه الحال، عنده واحد الدرجه ديال النوبل، دخل في النبلاء. البارون لو بارون شنو علاقته بكونتيج؟ هو لونكل ديالو، هو عمو بلوتو خالو بيت نقول، حيت لونكل في فرنسا تقدر تكون عمو ولا الخال، ولكن هنا بالضبط خالو لانه ولد اختو. كونتيج راه ولد اخت لو بارون، غادي يكون لو نوفو ديالو، فهمنا مزيان؟ الوغ سيد القصر هو خال كانديد وبات كونيغوند. دونك كونيغوند اش كتجي لكانديد؟ بلا ما تلف، كونيغوند كتجي بنت خال، بنت خالو الكانديد، فهمنا؟ ومعاهم بيان سور لا بارون اللي هي مرت لو بارون، بالمعلومات اللي تعطات عليها بطريقه اللي هي فيها واحد السخريه اوبيس. غتشوف هادشي هذا ان شاء الله في الفيديو اللي ماشي. الا رديتي البال هادو من بين السكان ديال القصر، ماشي غير بوحدهم اللي كاينين، انا كنقولها لك من دابا، غير انا عطيتك فكره. وهاد الشخصيات غتضبطهم اكثر في القصه، حيت واخا قلت لك هذا مثلا شاب وساذج، ولكن غتلمس ليا السذاجه ديالو في مجموعه من لي زاكت، يعني الافعال ديالو، غتقول هذا ساذج وهذا راه ما تيفكرش، ما كذا، فهمتيني؟ نيه يعني بحال كتمشي الامور. غنجي دابا لا بارتي ديال التام، نشوفو التيمات او لا نشوفو المواضيع الكبرى اللي تطرق لها المؤلف، لان خصك تمشي بهذه الفكره. الله يرضي عليك، اي مؤلف ادبي فراه ماشي تيجي هنايا باش يعاود لك واحد القصه باش انت تقول مزيان وزوينه هذه القصه ناضيه هذه عجبتني، لا، راه تيجي تعاود لك القصه، ولكن اللي تهمو ماشي القصه في الحقيقه، ولكن كيهمو امور بيتطرق لها تمايا وبيحققها، اهداف بيحققها تمايا، مواضيع بيعالجها والاخر. بالتالي مثلا ملي كناخدو كانتيد، هاد المؤلف هذا راه من بين الافكار ولا من بين لي تام اللي تناقشات فيه، هي لو تام مثلا ديال لاغار ديال الحرب، الكيرا، نقولو الكيرا حتى شلحت نقولو الكيرا، جات من الفرنسي بيان سور. من بين المواضيع كاين لاسكلافاج، العبودية، راه ماشي تيجي يقول لك باش نكون واضحين، هذا راه قصة، ماشي تيجي يقول لك الحرب هو مثلا ما نعرف لا غير اي تان كونفلي اونتر دو فاكسيون ولا شحال، لا، تيقول لك الحرب هي صراع ما بين لا ولا مجموعه من المعارك، ولا ما كيجيش هو كيجيب لك واحد القصه، كيجيب لك واحد المشهد داخل في القصه وكيحطك قدامه، فهمنا؟ كنكونوا قدام هذاك المشهد كنفهم بان السيد كيعاج لنا الحرب، كيعطينا الخسائر الخايبه والكبيره ديال الحرب، راه السيد كيعاج الحرب. غادي يحطنا قدام واحد السيد اللي هو عبد العبوديه، كيقول لنا راه العبوديه شنو تدير، كيحطنا في واحد مثلا واحد المشهد اخر اللي فيه مثلا الثروه والثراء وكذا، هنا كندوي على لا ريشيس، كيطرق لنا لا ريشيس، ولا ريشيس هنا غادي نقول لك واحد الفكره، ما تمشيش دائما بهذيك لا ريشيس اللي هذيك الثروه الماديه ديال الفلوس وكذا، راه كاينه هي النيت، راه كاينه في نفس الوقت، غادي نلقاو واحد لا ريشيس من نوع اخر، فهمنا؟ نشوفوا مثلا الشخصية الرئيسية ديالنا، أنا غادي يكتشف ثروات من نوع آخر، مثلا غادي يشوف لا ريشيس اللي غادي يلقى في هذاك لو بالي ديال هذاك لو فينيسيان، القصر ديال لو فينيسيان بوكو كورونتي، غادي يلقى لي طابلو، غادي يلقى لوحات كتب، واحد الثروة هائلة عنده تمايا، فهمنا؟ في حين غادي يلقى ثروة ديال الفلوس في واحد البلاد ديال الذهب، لو بي ديال دوغادو اللي غادي يدخل ليه، دونك هادي غير فكرة. قدر ما تفهمنيش مزيان راه ما كاينش مشكل، خد انت غير من الفوق شويه شويه، انك كتقول مع راسك خاص تكون عارف بان فولتير راه كيطرق لنا الحرب، العبوديه، الفلوس، لو ترافاي اللي هو الخدمه، ايتترا،
فهمنا صافي هادشي اللي دير في بالك. ملي غادي نشرح لك امور الاخرى غتبدا تفهم دونك بشويه شويه بشويه. غادي نعطيك دابا واحد لو بغاف ريزومي نشوف معاك الامور من الفوق كيف قلت لك، لان قصه ماشي مسالاش نشوفوها مثلا في فيديو واحد، دونك نشوفوا الامور بحال هكا ونتعمقوا فيها شويه بشويه. الو خصنا نعرفوا كوم كوا راه في القصه هي عباره عن، انا كنشوفها بحال هكا، هذا سي ان بيريبل، هذا سي ان فواياج. اللي قلت لك شنو هو الفواياج؟ تقول لي سفر، تقول لي رحله، راه هو لو بيريبل. هذا السفر هذا دائما تيكون واحد النقطه عند واحد ان بوان دو ديبار، واحد النقطه ديال الانطلاق، وعنده بيان سور واحد لو بوان داريفي، نقطه ديال الوصول نقولوا بحال هكا. دونك لو بوان دو ديبار ولا النقطه من بدينا القصه ديالنا في الفصل الاول كتبدا من فيستفالي، هذه مدينه المانيا فيها ميتقال صار حتى هادي، ولكن عقل بدينا من المانيا. حنا في المانيا، السيد كاين في القصر ساكن مع هادوك الناس، كانديد كاين في القصر ساكن مع هادوك الناس، خالو وعائلته كلشي ماشي بخير، ولكن ما يبقاش تما، غادي يدير واحد لو فياج، غادي يدير واحد الرحله اللي غتكون غتكون على بزاف ديال البلايص، على بزاف ديال المناطق في العالم، غادي يكون ان باركور دو لو موند اونتيي في بزاف ديال لي زوندوا، بزاف ديال الاماكن، وغادي يسالي، ما غاديش يكون مستمر، غادي يكون مستمر بطبيعه الحال وكذا، ولكن غادي نوصل لواحد النقطه ديال النهايه في نهايه المطاف، واحد النقطه ديال الوصول اللي هي كونستانتينوبل، كونستانتينوبل او قسطنطينيه اللي هي اللي كانت العاصمه انذاك، كانت العاصمه ديال الرومانيه، فهمنا العاصمه الرومانيه واللي هي حاليا اسطنبول في تركيا. وانا كنقول هادشي هذا كنتفكر واحد السيده كومونتات، حيت هادشي هذا اللي كنقول هاد ديجا درتو في لايف فيسبوك، وكنعاودو في فيديو باش نحطو لكم في يوتيوب، وعاودتو بحال هكا فيديو باش ما يكونش طويل بزاف ونتفادى حتى مثلا ما كانش الصوره واضحه وقت. هي جاوبات السيده فاش قلت بان راه هذه العاصمه ديالها، وقالت بان لا راه في الدوله العثمانيه. لا الدوله العثمانيه شاده بزاف ديال البلايص منهم تركيا، وطبيعه الحال توسعات وتمددات، وعاد من بعد عاوتاني غادي يتفقد الاراضي ديالها وكذا، ولكن اللي تهمنا هي الامبراطوريه الرومانيه، لان اسطنبول ديك الساعات كانت داخله في الامبراطوريه الرومانيه وما كانش داخله في الدوله العثمانيه. مزيان باش تكون هذه الامور واضحه. اللي تهمنا هنايا هو كونستانتينوبل، هو اسطنبول حاليا اللي هي تركيا، وراكم عارفين اسطنبول فين جات بارابور تركيا، فهمنا؟ اذا راه بعيده شويه على المركز ديالها، وقلنا كانت العاصمه ديال الامبراطوريه الرومانيه ديك الساعات. هذه فكره. بدينا من المانيا في فيستفالي بالضبط، سالينها في تركيا في كونستانتينوبل، ثم غادي يعاود هذوك الشخصيات اللي بقاو عندنا غيستقروا. ملي كنقولوا هذا تنقول من مكان لمكان، هذا سي ان ديبلاسمون، هذا سي ان موفمون كونتينيو، دونك غادي يكون عندنا دي رونكونتر، غادي يكون عندنا لقاءات، غادي يكون عندنا دي ديكوفيرت، اكتشافات، لقاءات مع شخصيات دي بيرسوناج، وغادي يكون عندنا ديكوفيرت ديال امور، ديال لي زوندوا، ديال لي كالتور، ديال شي امور كاع في شكل ما تيدخلوش كاع للدماغ، فهمنا؟ دونك من هنا تنقول لكم راه ملي غنلقاو كونديد راه كاين شي حوايج ما كيدخلوش للدماغ، كاين شي حوايجات نيد واقعيه وكانت نيد بصح، دونك كل مره كيفاش، فهمنا؟ وغادي هاد الشخصيات هادو بطبيعه الحال غادي يطيحوا في مصاعب، غادي يطيحوا في 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 المتاعب بطبيعه الحال، لان هذه الحياه وهذاك الشيء هذا من بين الاهداف ديال فوتر، فهمنا؟ يعني هذيك الحياه الزوينه اللي عايش لينا كانديد في هذاك لو باراديس تيراستر، في هذاك الجنه فوق الارض في القصر في الاول، ما غاديش تستمر، وغادي يضطر يخرج، وغادي يشوف بان راه الحياه راه صعيبه، ماشي كيف كانت تتخيلها، باش نيت يوصل الميساج ديالو. غادي يشوف كونديد بان كاين معاناه كثيره، هو براسو عانى، ناس اللي معانا وتلاقى مع ناس عاودوا ليه حوايج خايبين، هي ماشي. وهنايا غادي قبل ما نختم غادي نقول لكم اشنو الاغراض اللي كان باغي فولتير يحقق بهذا الشيء هذا كاع اللي دوينا عليه. راه فولتير كان باغي انه ينتقد بزاف ديال الحوايج، ينتقد الحروب اللي كاينه، ينتقد العبوديه، ينتقد واحد السيد الفلسفه ديال واحد السيد تيقول كلشي ماشي مزيان، تقول لك لا ماشي كلشي مزيان، ماشي كلشي مزيان، ينتقد الالماني، ينتقد الفرنسي، ينتقد الطبيعه ديال الاسباني، بزاف ديال الحوايج، فهمنا؟ دونك هذا هو الهدف، داكشي باش سمينا هذاك فيلوزوفيك، شنو فيلوزوفيك؟ فلسفي، حكايه فلسفيه، حكايه حيت عندها
لا ستركتور ولا البنيه ديال الحكايه، وفي نفس الوقت فيلوزوفيك حيت كيدوز بها دي نوسيون فيلوزوفيك، وحيت هو اللي اصلا خلق هذا النوع الادبي. فولتير هو اللي خلق هذا النوع الادبي، ما كانش قبل منه، باش يوصل به ينتقد به ويشجب به ويندد ويهاجم وما نعرف كاع شنو. تفهمنا؟ الوغ هادشي اللي عندنا في هاد الفيديو هادي، نتمنى تكون الامور واضحه. اذا كنتي مهتم الدروس اللي كنقدم في المجموعات الخاصة تقدر تواصل معايا في الرقم 0604 17 78 51، هو اللي مكتوب هنايا قدامك. تقدر تواصل معايا حتى إذا كان عندك مثلا شي سؤال شي حاجة ما فهمتيهاش، فمرحبا تقدر تواصل معايا، راني كنتفاعل معاك كل شيء. ده هنا كتصالي لا فيديو ديالنا، مشكورين على المتابعة ديالكم حتى لافان ديالها، كنتمنى لكم كامل التوفيق.